سليب وين وصلنا؟ ايه وصلنا لحظة بك وصلنا يا جماعة فرق فيه اي خوي ذكو ما عندهم يصنع بياتهم ما عندهم برشا وقت. بيه احكي لي شوي احكي شوي كيف اسمنا رفيق كان لخوا ديسيبسيون كبيرة بهالي كاو خوي ديسيبسيون ديسيبسيون صحيح. شنو صار شنو السبب؟ كاو صاحبي لعبت هي على ماتش خسرنا ما سبحان الله خويا الناس ما كانتش في نهارها كهو الفينال كل الليكيب ما عرفناهاش معناها اللاعبين الكل ما عرفناهم مش مع يمكن يصير ملاعب يزوز مش معناها اما الليكيب الكل هذه ما جاتش في تعدى زي ما الفينال عرفت النورمال مود عدى بوساجا فيد ما النورمال مود عادي باش تعدى فيه في الماتش فهمت ما نحن طول فهمت كيف مصر معناها منظمه ياسر فهمت قعدوا شادين صحيح عرفتك اللي منظمين دونك كي ياخذوا عليك سكور دونك صعيب باش تعاود تخلط فهمت كهو قعدنا فرات قال حاولنا لك انت خويا حاولنا فرات قال لك انت ما كنتش في فورما فرات خويا ولدي الصغير هذاك هذاك خويا نحبه برشا عديت ماتش خايبه خويا شو سيف حميده ويقف معايا سيف حميده قال لك بيت ساهر كي الصح اي احكي لي رفيق انت ذا اللي كان اللي فات عملت كان كبيره كملت حتى احسن اللي في التورنوا كان هذه ما شفناكش برشا اسمع يا عصام اسمع ذي ذي العصام رزيق فهمت مش يعرف ترويتي شنية فهمت دونك كاو خويا يمكن الطونجو اللي خذيته في الكان الاخر كاو دونك الكان ذي قسمنا الوقت انا والبوغانمي مش كيف دونك المرة الاخرى يمكن خذيت اكثر وقت اما تعبت خويا تعبت كيفية قبل المرة الأخرى معناها كان الأخرى أخويا كان كاملة بريسك لعبت أخذت أكثر وقت خلطت سما صدقني الفينال اللي لعبته في كونتر مصر هذيك الفينال اللي في الجابون صدقني كل شوية عرفت نعيط للصناعي وقت الكيني نقول له هيت معناها فشفش في أي بلاصة المهم اعطيني اي حاجه تبرد الميوسكل فهمت ما عادش معناها التعب نتاع الستريس معناها استاجيت سنين الله معناها البريود هذيك معناها سامحني البريود هذيك اللي قعدنا نحضروا فيها ومن بعد ديك دخل ديريكت معناها الكوب دافريك ولي كونديسيون ماك تعرف عاد خويا عندك شي فكره على لي كونديسيون في الافريك خويا اللي ما مشيت 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 القابو صحيت اللي شاف الشيء هذاك غادي وبالرسمي كي تهز كوب دافريك في لي كونديسيون هذوكم انتوما ليبروفيل اي اي انا مشيت لبلازوز مشيت فرانس فين دي كنشوف فرانس فيل دور غادي تسمى جنه راه خويا مالا خلينا في الجنه خويا خلينا في بلادنا اي قلقتك الحكايه شنو بتاع اللي ما لعبتش برشا والله مش اي جوار راهو معناه ماذا به سورتو هذا كوب دافريك في بلادنا ما اللي قلت لك معناه البيوت نتاعنا في الاخر راهو معناه باش تهز كوب دافريك سواء انا نلعب ولا بوغاني ولا يحط اي واحد غاد ان شاء الله حتى مكرم يساوي يبدا في الليل غاديك فهمت المهم احنا نهز كوب دافريك هذاك البيوت نتاعنا معناه الناس بعديك باش تحكي باش تقول معناه ليكيب ناسيونال هز كوب دافريك صحيح هو معناها هذيك هي من الاول احنا ما كنا حاطين اللي باش نقسموا الوقت الناس الكل ما تنجمش راهو سلام تعرف انت كيفاش في الهوند ما تنجمش ماتش كامل ولا تورنوا كامله معناها تحاول تعطي ما عندك في اي وقت تدخل وكا يعني مش كي سامر زيك انا اخويا ماذا بيه يلعب زوز ماتشوات ولا ثلاثه فوق بعضها ما يمدش باسيت انت كان اللي فات خذيت احسن الليل وكان هذا اسامه خذ احسن الليل نجم نقولوا عن زوز احسن الليل في الافريق بالعكس فما خويا فما ما شاء الله تونس ديما موجود معني حتى اللي جون توا موجودين فهمت ديما تلقى في لي بوست الكل فهمت وهذيك اش حاشتنا نحن اخوي هذيك اش حاشتنا ديما فما اللي يملى بلاصتو المدرب يتحمل مسؤولية في الريزلتات اللي صارت خويا الناس الكل تتحمل ماهوش خاطر هو توا خرج ولا باش منجم حتى حد الناس الكل تتحمل المسؤولية نتاع الخسائر
مش في الربح نسكل محليها، وفي الخسارة نشد واحد كبش في ديه، ولا نسكل تحمل الخسارة أخوي. اي كي تنحى تو كاين الجامعه ما تحملته هو، معناتها تشوف انه اقالته صحيحه مش صحيحه كيفاه. هو الحق متاع ربي معناها لي زوبجيكتيف اللي من اللي جاي معناها الحاجات اللي حتى هم يتسمى وصل لهم، فهمت؟ دونك هو الحاجة يا بارامون كونترا ولا حاجة اللي على الكوب دافريك هذه معناها ما تساومش فيها، لازمك تهز سينو معناها كل واحد باش يشوف اموره، فهمت؟ هذيك هي فهمت. يمكن الحاجة اللي كها. وفي المكتوب ابري تو معناها ماهوش الاول ولا الاخر، كل مرة تاك تشوف ما شاء الله لي زونترينور تعداو على ليكيب ناسيونال برشا. الجامعة متوجهة لأجنبي، مدرب أجنبي، تشوف فما مدرب تونسي قادر يشد لك كاس اليوم ولا ما فماش؟ بون هذايا نوجه السؤال لخويا عصام وخويا سيف علاش؟ سيرتو خويا عصام خاطر زميل اونترينور، فهمت؟ هو يفهم اكثر مني ديجا، مازلنا عملنا كل فهمت الدوغري خذيناها، فهمت؟ هذاك وليت عيط له يا زميل. اسمعني اسمعني، ما تفنتيش بيا، ما يفانت هذا عملته. كي نجيب عصام تو نجيب تو، نسال عصام، نسال فيك انت، فما ما فماش؟ شكون مثلا؟ نسال فيك، فما ما فماش؟ ما نعرفش خويا، ما نجمش نقيم انا لي زونترينور يا اخي، ما نعرفش خويا. انا بالنسبه ليا نقيم كجوار، معناها يعطيني تيرا يجيبوا اكس يجريك سوا تونسي ولا من برا، انت باش تخدم خدمتك، فهمت؟ فهمتك. دونك ربي يعينهم الناس كل، احنا ماذا بينا معناها اخي باش نلقاو واحد كفاءه كما يقولوا، اسمعك الكلمات بالعربي ودني، فهمت؟ دونك نلقاو واحد تونسي باش يكون ولد بلادنا نفهموه ويفهمنا، معناها هذيك خويا حب هذي، معناها هذي حاجه ما نجمش انا نتدخل فيها، هي فيدراسيون بي تحب واضح. نسلك شوية أسئلة من عند العباد، بعثهم لك. قصي كسيكسي زوز أسئلة، قال لك تنجم ترجع للكلوب الآخر ولا لا، وعلاش خرجت من الكلوب؟ السؤال الثاني حكينا فيه، السؤال الأول السؤال الأول الله أعلم خويا، أنا سنين نكمل في الإتوال، الله أعلم نبقى ولا أحمد ترونت 1919، قال لك هل تلقيت طفل من الاسبيرانس؟ خلي خويا، خلينا خويا من تلقيت أوفر من الإسبيرانس، وخليني أنا توكي على ذمة الإتوال، باهي. نكملوا خويا أمورنا من بعد يعمل الله دليل. أيمن التومي، ظهري تعرف الاسم هذا مش غريب عليك، بعث لك سؤال. قال لك وقتاش العرس؟ خويا العرس لازمني نتهنى عليه، هو ذاك هو الحاجة نخدم له في عرسه، ما هو تفهمنا جوارات الكل شنو نخدموا له، ما احنا نجيبوا الفرقة ونجيبوا الدنيا كله نحفلوا له من الجو، ما نتهنى عليه جاوبتوش خويا. ما جاوبتوش، يزي من اللي فات. خويا أيمن كي نحدد العرس يا صاحبي أول واحد نستدعاه أنت. به احمد كبودي، ما دام حكيت على الفرقه، قال لك شنو حكيت لك الفرقه اللي في الدار؟ بجا عندنا فرقة، أنت سلام تعرف معناها، هو ما يعرفوش ما عندنا نعرفش فرقة، منين نعرف. منين تعرف أخويا؟ وين ما شفتكش جملة في العروسات، أنت خلطت عليه وين ندربك في العروسات وين بتري وزغرتوا عليها وزغرتوا عليه واستاذ هذا جواريت الهوند كل عرسنا لهم. طارق خدم لي عرس يعني الصيف اللي فات، ما في بالك؟ هيك هو أخويا في بالي وقتها في ستاج، أنا يظهر لي اي ستاج كيف ناسيونال. ستاج اي صحيت في ستاج. فادي ابو علي قال لك بعدين تعداوا السؤال. اشرف بركاتي، سمعنا اللي انت اعطيت كلمه في الكلوب باش ترجع معاهم، اما الجاي على خاطر مئوي، فهمت سؤالي ولا نعاود لك؟ اي فهمت بون، انا ما عطيتش كلمه حتى مش نكون واضحين، وما نجمش نحكي على اي حاجه وقت اللي انا معني على ذمه الاتوال، ما نجمش نحكي على اي حاجه. دونك حتى باهي. قريتها المره الاخرى هبطت، ما نعرفش لي سونتيمون تاعك، دينا بن عمار، بن عامر ولا بن عمار حاجة هكا، قالت لك لي سونتيمون تاعك بعد الكوب دافريك 2020. خويا، حسرة كبيرة وجيعة كبيرة خويا، واحد يمكن بعدها قعد يجي جمعتين وهو ما نجمش يخرج ماك السيناريو هذاك والجو هذاك، فهمت؟ كل العبيد اللي جيتنا وعائلاتنا والناس اللي معناها حط فينا أمال كبيرة باش نهزو كوب دافريكا هذيك،
الله غالب صاحبي، خيرها في غيرها، ما تنجمش تحكي حتى حاجة أخرى معني، خاطر ديجا عملني قبل وهزينا وفي مصر ومباعوا في الجابون، وهذيك هي معني هما زاد ناس تخدم على رواحها كيفنا نحنا، ما مش بشي كتف في ايديهم كورة حبتهم المرة هذه. أخوي المرة الجاية إن شاء الله نعاودوا نفكوا التيتر نتاعنا. نوردي عطية قالك احكينا على حازم باشا. ما شاء الله اخويا ولد عمي حازم باشا، اخويا ان شاء الله يا ربي مش تلقاه، ان شاء الله يا ربي يكون هكا لاباس وصحته لاباس وتختاه للبليسور وكله، ان شاء الله ربي يحفظه. ان جران جوار بالرسمي، معناها تونس تستنى في 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 حازم باش يعمل حاجه ان شاء الله للليكيب ناسيونال، وان شاء الله يخرج لبرا ما شاء الله، معناها زوز مترو اكثر من زوز مترو ريير، ملاعب ذكي، شوت مليح، يسامح مام واحد دونك اخر ان شاء الله اخويا اكثر، ان شاء الله اكثر منه يسامح مام ان شاء الله. ان يوسف شاء الله. معرف قال لك النجمه ما تسلمش فيها. يوسف معرف خويا ذاك الواد المصري ده، خويا مهداوي مصري مخلط، فهمت كيفاش تخرج انا كيفاش تخرج معني الواحد الجمله مهدوي مصري. خويا على خويا انا خويا مرتاح ان شاء الله، خويا ربي سهل كمش نعاود، ولا الله اعلم شي ربي باش يواجهني في بلاصه اخرى، هذيك حاجه اخرى. المهم خلصنا فلوس. خويا ربي سهل فلوس هذيك هاك ديما نفدلك انا، معني حتى الاولاد ديما كي يحكيو معايا بتفدليك، فهمت واحد بطبيعته معني سي نورمال، معني يحب معني ياخذ فلوسه، معني مش اما خويا ربي يفرجها، فهمت كيما قالوا معناها وضع صعيب على الناس الكل، ما يلزموش زاد ينزلوا علينا، فهمت ربي سهل وكا وربي سهل ان شاء ان الله شاء خويا الله. تطفى توفى كورونا توفى كل شيء، نرجع خويا نكور تسلك بشويه بشويه، يعني هما كل مره قاعدين يمنعوا هكا بشويه، ما صاحبي تو قصت عليه الكورونا ذاك، علاش معني اللي تبعدها الدنيا. قاعدين تحكيوا معاهم فما دي كونتاكت ولا ما تقصد جملة؟ عنا شنو معناها تحكي على الاولاد وكل مسؤولين مسؤولين. مسؤولين، اي ساعات عندنا حتى جروب واتساب هكا ساعات نسأل على بعضنا كل بي سمار دربيلي قالت لك شنو لي مومون فور اللي تفكرهم في الكلوب؟ شنو مالي مامون فور اي حاجه معناها تيترويات، لعبنا على تيتر لعبنا، دونك حتى لي كونديسيون الخايبين اللي تعدينا بيهم معناها ديما تخرج بحاجات باهيه، فهمت وليد عيسى كتب لك عمرك ما تخاف على فلوسك في يوتيوب. خويا هذاك اش قلت انا، خويا ربي سهل وفي الاخر معني عارفين اللي نحنا باش يركحوا لنا امورنا، جوست معناها هذايا فدلكا وبرا، معني ديجا كنت نحكي مع الاولاد صحابي كاو نحكي، ومعناها الفلوس معني عارفين اللي ما همش باش يقلبونا في فلوسنا، اما جوست معناها فدلكنا بالحكايه وكاو. عزيز بن حايم قال لك عاونت منزلت مين في الهوند والفوت ولا بون في الحق نتاع ربي، الحق نتاع ربي ما عاونتش، تعرفش علاش؟ يمكن زاد يمكن نميل نمشي نعاون الفوت، اما الهوند لا، علاش؟ يمكن برشا عبيش تسال علاش، علاش؟ خاطر ديجا ما تعرفش انت مع شكون تتعامل بالضبط، هما ناس داخلين في بعضهم، وكي تسمع الحكايات تقول شنو هذا، معناها تعز بيك جمعيتك، تعز بيك بلادك، الولاد الصغار اللي باش يمشيو معناها هكاك في الساقين، نعاون بطريقه اخرى جوار مني ليه، جوارات صغار نجم نعطي سبادري نجم كذا نعملني ليهم، فهمت اما كمعاملتي مع جمعيتك تو رجع الصوت يعني. دونك معاملتي مني ليهم ديريكت، ما تنجمش تتخاطر، ما تعرفش انت مع شكون تتعامل بالضبط، كل مره هاو فما باش يدخل رئيس جمعيه او فما مسؤولين درشنيه هم يتعاركوا في بعضهم، دونك انا مانيش قد الحكايات هذيا، خليني نشوف من بعيد وكا. بي سالم انجا شنو قال لك علاش ما راوكش ديما فرحانه بربح مع صحابك في الاتوال خاصة كي تلعبوا ضد الكلوب والاسبيرونس؟ بالعكس معناها حتى الفيديوهات وارجع اشوف الفيديوهات، يمكن هو وحده ما شافنيش فرحان، اما كيفاش واحد يربح ماتش كبير ولا يهز تيتر ولا ديما، اخويا عامل جو وفرحان
واكثر واحد الاولاد دونك ديجا هما يعرفوا انا قديش عاملين لهم جو، ولا قديش تلقاني عامل جو في الربح ولا في الخساره، كيفاش نبدا ابريتو. ما سلام راهو اسمعني، حياه الجوار صعيبه هاي، فهمت؟ مش الناس ايه الكل تنجم تفهمك، ولا الناس الكل تنجم تحكم عليك من بعيد، فهمت؟ صحيح، لازمك تعرف معناها العبد هذاك باش تنجم تحكم عليه، فهمت؟ راح نكمل معاك بكويز صغيرة، ما تخمش برشا، جاوبني فيس. اوه على جاوبني فيس شكون أحسن الفنان، لاعب تونسي توا في الهوند؟ احسن لاعب تونسي خويا إيه سناء. أون جينيرال توا، إيه توا سناء احسن لاعب تونسي بالنسبة لي انا محمد الغفران، به. شكون ونحسب أحسن جدي لاعب؟ تاو اي عدى، ما عدى سيزون كبيرة، هو صحيح. اي محمد رضا فرات خويا، ان شاء الله ربي يوجهه خير، وصاحبي نحبه برشا. شكون أحسن لاعب في تاريخ تونس؟ في تاريخ تونس ما شاء الله برشا، ما تنجمش تميز حد على حد، يميز لي واحد، مساش واحد يعجبك. ما تنجمش تميز حد على حد، كل واحد في البوست نتاعو معناها خشين، فهمت؟ طيب بلاش دبلوماسية عاد. لا لا وسام باهي، وسام نقول وسام احمد باهي، لاعب تشوفه في البطولة التونسية قادر ينجح في الأوروبا؟ برشا برشا معناها ينجموا، معناها خاطر الإسلام الخدمة والخدمة تجيب، معناها فمش اي حاجة اعطيني اسم، مستحيلة، اعطيني اسم، اعطيني اسم. مش حاجة مستحيلة، برشا ينجموا يلعبوا برشا. خويا نقولوا سيف حميد داير، شكون اقرب لاعب ليك؟ والله اسلام ما تحطنيش في برشا، والله برشا يا تفطر تو يا شنو ولاد. هاي سؤال تقول لي برشا تو، هاك هو اعطيني صعب اسم. خويا، ما نجمش نميز، خاطرهم ديما مع بعضنا تو، احنا في سوسه كي نخرجوا مع بعضنا، ناكلوا مع بعضنا، كل شيء مع بعضنا، انا وسيرتو انا وعصام وسيف وغشام وفراد ومحمد صفر، هذوما كل بريسك ديما مع بعضنا، فهمت؟ ما كان تجمش تخيل قهوه، واحدة هوا. اي كان قهوه مع بعضنا، كان ماكله مع بعضنا، تحيه الماكله حق خويا حمى للدردارك، خويا نحبه برشا، لا هي اللي بكرشي ديما ولا هي اللي بالدنيا تحبه. لحظة لحظة، هذه هي بيوب باش تخلصنا عليها بعد خويا. باهي، شكون وين وصلنا؟ جارديان التقرير وحساب، جارديان يخوفك في الكاش. كارديان تقرا له حساب في تونس تحكي ولا في تونس يلعب ضده. رعد؟ مش وحلني ديما انت شو سلام، نجي نقول لك اي جارديان كيما انت تحط روحك في بلاصته، هو زاد معناها ما تنجمش معناها تقلل من قيمته، راهو اللي باش تقلل من قيمته راهو هذاك اللي هو اللي باش هذاك الاول باش يهنتلك بلغه اخرى، فهمت؟ اذا كان انت تدخل اي جارديان كو سوا يلعب في جمعيه ولا معناها نقولوا جمعيه وسط ترتيب ولا هو باش تقول اي برا تو نعدي اموري، راهو هذاك اللي راهو باش تشربها معاه من الاخر، فهمت؟ طيب دونك باش خاطر تعطيني، باش تعطيني اسم ولا ايه؟ ما شاء الله معني شكون انا اسمع، ومش اقرا، قاعد تبلفت فيا راهو فما توا، شكون اعطيني. فما الميساوي، مشت حمزه البدوي، ادريس، مروان المقايز، شكون اخر؟ شكون انت؟ برشا برشا برشا. كيف تسميهم؟ باهي اسمع خويا توا، كان باش تقعد هكا ما عرفتش في كملهم سؤالات، خاطر تسميهم الكل انت. تي خويا خاطر ما شاء الله عليهم، معناها فهمت؟ خاطر ما شاء الله عليهم، كل واحد السكيل نتاعه. الجواكر نتاعك استعملت، ما عادش عندك جواكر. تقول انت ما عندي جواكر هكا خويا؟ اعطيني احسن، احسن انترنت تونسي. خويا يا خويا يا خويا خويا احسن انترينور تونسي، احسن انترينور تونسي باهي، احسن انترينور تونسي خويا نقولو الحبيب غرسل خويا، باهي، شكون الصغر كامل وين انترينا عنده، دونك بالنسبة لي انا احسن انترينور ما تحبش تجاوب؟ معناها باش تعمل، باش تكملهم بالدبلوماسية السؤالات الكل.
ما تنجمش تختار شكون كل واحد، انت مش تجي تقول هذا انترونور تونسي معناها يا عادي كل واحد ارتحت معاه معناها شيء مشكل معناها ولا معاه يا اخي مرتي انا ارتحت معاه. بيناتنا اخويا معاملات، بيناتنا تيران، بيناتنا احترام كما يقولوا شويه. أول سالير خذيتها قديش؟ او قال لك فراد فوزي البنزرتي، والله يا ذي راحت من بالي. اش قلت لي اسلام أول سالير خذيتها قديش؟ اول سالير مش خذيت يا بدي سالير معناها عملوا لي شهريه، معناها تقول انت أي اول مره عملوا لي شهريه 500,000. باش كون أسرع جوات تريت معاه ولا لعبت معاه ولا أسرع يجري برش جوات عصام يجري ما شاء الله عليه، شكون آخر؟ حاسيل ملاعب بكركان في الانترينمون أيوة. هيا شكون بدالك؟ طيب شكون بدالك؟ خويا ملاعب كركار كلها تكركر خويا، ايوه ثمن واحد لكاش سورتو الصباح خويا، سورتو الصباح خويا، حتى صباح خير ما يلزمكش تقولها في الدوام. سمي لي واحد شكون كركار؟ تعمل لي في المشاكل انت، لازمش نسمي واحد، هما برشا فهمت؟ برشا برشا. ماكش بتسمي ها؟ لا لا مش نسمي، خاطرهم الكل تكركر خويا، سورتو الصباح، الصباح هكا عينيهم خويا بداو. اعطيني ماتش صح قعدت في صح بالك ما فما تنساش. شكون، او فما شكون جاوبني جهاد ما شاء الله عليه. جهاد جاب الله خويا الفور ما يعفو ربي. علاش جهاد بالذات؟ جهاد خويا ما شاء الله عجازه، سورتو السؤال نبدل عصام رزيق قبيله بتاع الجري هذيك، بتاع الجري هذيك نبدلها، نحط جهاد. جهاد خويا ما شاء الله اي صحيح عجيز رابيد عجيز برشا جهاد اي عجيز اخويا كي تعدى بحذاك عجيز. بيعطيني ماتش قعدت في بالك ما تنساهش. احسن ماتش اللي لعبته في حياتي وما ننساهش ماتش اي ماتش ماتش الجابون، ماتش كيب ناسيونال كونتر مصر. بونتو ما تنساهش. بونتو ما ننساهش. ما تنجمش تختار هذا بونتو ما تنساش. بونتو مهم مهم ماركيتو، علاش ما تنجمش تختار؟ أهم بونتو ماركيتو قعد لك في بالك. أهم بونتو ماركيتو بيه. فما كل 6 متر متاع اللي ماركيتهم في الكوب دافريك متاع الأخرى، مش هذي الأخرى اللي في الجابون. أي في الجابون ديما يجيني خويا وقت ما نحكي لكش. وانت ماركيتهم الكل ظهر لي، ضيعت واحده يمكن حاجه هيك. ماركيتهم الكل يا اخي هذوكم معناها لي مومون اللي حتى في الاطوال ولا في الكلوب معناها سيرتو 6 متر تجيك في وقت خايب على الاخر. مش نحكي 6 متر هي رفيق سنة ولا شنو بالضبط؟ انت سبيسياليتي ظهر لي. اخي ديما لي زيلي الاكثر هما راهو ديما يشوطوا لي 6 متر فهمت، خاطر بلغه الكوره يقولوا تكناسه فهمت، دونك لي كاو ستي ناس تولي مستانس بها الحكايه، تولي تعرف كيفاش تفيكسي مليح كل جارديان، او تعرف مثلا خاطر مش هكاك كل جارديان زاد وستيل نتاعو دونك هذيك هي. او قالك فراد ضد الدنمارك، شنو هي ضد الدنمارك؟ معروف صح على الواحد على البونتو نسيتو الحقيقه. فما شكون قال لك بونتو في جورجيني كونتر ديتوار مع الكلوب؟ هاي بونتو ايجاليتي في الاخر هاي في اللي 3 سكوند الاخرانيين حاسين متفكر هاي حاضر فين الماتش ميست حمزه وقتها في الكاج ميست حمزه اخوي حلو باي اعطيني بونتو مزيان ملكيته احلى بونتو. احلى بونتو شنو احلى بونتو؟ توا قص ورجع توا رجع احلى بونتو ما تنجمش خويا تتفكر معناها
برشا البونتوات المزيانين ديما خاطر فيهم الركولات ولا تكسيرة ولا فهمت فماش بونتو معين قعد في بالك؟ يعني قلت لك خاطر كل مرة تتحط في سيتوياسيون بتاع كونه باش يجيك بونتو مزيان فهمت. واضح. باهي، شكون تعتبر توا احسن لاعبي في العالم؟ أحسن ملاعب في العالم بون مش نحكم اللي لعبت لهم واللي معناها بالرسمي هانسن يمكن شكون اخر زيد كيما اندرسون خويا حاجة مش عادية. شنو هي فاست قالك اللي جبتها بحذايا؟ أنا ليه عاد كمش يحكي على 6 متر اللي جابهم في الهندي هو خلينا ساكتين استنى بونتو الكل مزيانين فيرمنتي خويا انور سلم علي برشا شنو هي الكلمة الأخيرة؟ فيرمنتي خويا نبداو نحكيو بالاسبانيول زعما نحكيو بالاسبانيول ونحن نخلطوا فهمت ونحن خويا داخلين في حيط اصلا ما خاطر الانترنور الاسبانيول يبدا ساعات يتكرم بالاسبانيول فهمت اسبانيا خويا ما ديما عاملين العار خلي هذاك خلي عزيز سكيت دوك آخر آخر سؤال، تنجم تعطيني أحسن 7 ملاعبية خلطت عليهم في تونس؟ خلطت معناها كورت معاهم تفرجت فيهم يكاولوا، تعتبر أعمل أحسن ما جاب تونس تشكيلة كاملة. تشكيلة كاملة وش يمكن التشكيلة متاع الكوب دافريك متاع الجابون ياسر دبلوماسي خويا، ياسر خويا تعبتني راي. خويا هذيك الناس فرحت معاهم اللي قبل هذوكم نتفرج مش كيف تتفرج قبل وكذا خويا على عيني وراسي ناس لبست مريول تونس وشرفت تونس اما خويا مش كيما تعيش انت دي مومون فهمت مع العباد هذوكم واللي سورتو الكواليس معني صاحبي راهو عالم فهمت أعطينا شوية من كيفاش الكواليس عباد اللي قاعدوا حق. كيفاش من نهار اللي خلطنا ونحن ساعة خاطر وقت الناس ما حطتش اللي نحن باش نهزوا كوب دافريكا هذيك فهمت أي اول صحيح. حاجة نحن عرفتك اللي بلوغة الكرة داخلين في الربح خارجين من الخسارة يعني نص نص واضح. خويا أما يعطيك خويا الصحة، بارك الله زيادة فيك. الناس ميرسي خويا سلام ميرسي بوكو. خدي كان تحب في الاخر تقول حاجه بيبليك ريتوال ولا كلمه تحب تقولها ولا ما اعرفش؟ بيان سور خويا ان شاء الله ربي يفرج علينا الناس الكل ورمضاننا مبروك ساعة ديجا رمضاننا باش يدخل رمضاننا مبروك الناس الكل كلمة خويا سورتو نحكي وكرة ان شاء الله يا خويا تكمل تتعدى البريود الصعيبه خلينا نرجعوا خويا نحن ديجا متكلاسين الاولانيين بدينا العاب توحشت كبير الماتشات، ها توحشت الماتشات ولا خويا توحشت الماتشات توحشت اصحابي الجو نتاع لونترينمون الجو نتاع الماتشات خويا سورتو ماتش الاخر لعبناه كونتر ليسبيرونس في الاولمبي غاديك اخويا السالم معبي اومبيونس خويا تفتق دونك هذيك الماتش الاخر ديجا ان شاء الله مش الماتش الاخر السيزون هذيا خلينا نرجعوا صاحبي ونشيخوا خويا كوره ونعملوا جو ان شاء الله. وعلاش ليه خويا شنو هي حكايه صابر قال لك ما عادش تقلقني في البريفي؟ شكون؟ صابر محمدي خويا اكثر انسان خويا ذاك هو حاسيله في الكونفينمون هذايا مفرهدني شبيه ايش عمل؟ لا ليه يا خويا يعطي الصحة ليه لي بالميسنجر يبعث لي شوية فيديوهات شوية نكت شوية ما شاء الله مش مقصرة معي خويا يعطيك الصحة ميرسي بوكو عايشك رفيق. ميرسي سلام خويا ميرسي بوكو انت بابا قصة برامو كي العادة يقول يمشي الصوت ساعات يمشي ويرجع خويا اي ميرسي اي بوكو قصة ورجع وليلتك ميرسي زين. سلام انت زاد على الخدمه الكبيره وعلى الامبيونس الحلوه اخويا يومين هكا كل مره تخرج لنا تبع شوفنا قاعد شوفنا تتفرج تبع قاعد تتفرج والله قاعد نتفرج امس ولا ولامس لقيت ولامس هذول اسامه حديدي اي حايبي اسامه بالقدام متربي ياسر اخويا نحبه برشا
صحيح هاي. دونك شوفنا تو نشوفه مع زياد بوغتاس، خلي يمد لنا وجهه اخوي، خلي هذه بعثت له مساج اخوي، انا نستنى فيه، اتو نكلمه اتو نكلمه ما زال مش راكح يقدم ويوخر. اتو نكلمه اتو نكلمه ان شاء الله صاحبي، ربي يفرج علينا وجونا به، جونا به. عايشك رفيق، هاي باي باي. هاي ساعة، تشاو.